أستاذة اتفضلي. نورهان، أهلا وسهلا. اهلا بيك، أهلا وسهلا تحية نورهان. مني ليك البرنامجك الجميل ده. تسلمي يا نورهان، شكرا يا حبيبتي. اتفضلي، بس ازيك وازاي اسمعينا من حضرتك يا التليفون، اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون يا نورهان بعد إذنك. وانا كنت حابة اسال فضيلة الشيخ عن شهور المحرمات، هل يجوز فيها الطلاق او لا، او الفطامة للطفل الرضيع؟ يجوز فيها طلاق او لا، او ايه، او الطفل الرضيع يفطم فيه، الفطام في الشهور المحرمات؟ طيب تمام. في اي سؤال تاني، في اي استفسار تاني نورهان؟ لا شكرا لحضرتك، بس كنت حابة اقول بحاجة بسيطة من خلال برنامجك. يعني ايه حاجة عن ايه؟ هي حاجة مش خاصة بحد، هي كنت حابة اذكر سيادة الرئيس اللي عمله في التطور البلد دي، تحية مني ليه. تسلمي يا نورهان، شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا. سؤال نورهان، بتتكلم عن الشهور المحرمات. نعم، الأشهر الحرم. الأشهر الحرم، نعم. هل فيها يجوز فيها الطلاق ولا لأ؟ ويجوز فيها فطام ابنها ولا لا؟ ده سؤالها. لا، هو الطلاق متاح ومباح في أي لحظة، ما لا يوجد هناك زمن معين للطلاق، نسأل الله أن لا يحدث يعني. أيوة، يعني نسأل الله أن يحدث التوافق دائما بين المسلمين والمسلمات، وأن لا يحدث يعني فراق ولا انفصال ولا عداوة ولا كراهية. نسأل الله أن يديم الستر والفضل والمحبة والمودة والرحمة على بيوت المسلمين، لكن لا، 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 الأشهر الحرم لا دخل لها بالطلاق ولا بالفطام ولا بأي حاجة. ولا الخصام في كل وقت. هي بتتكلم على الفطام، عندها ابن فعايزة تفطم. الفطام. الخصام. لا، ولا الفطام. أيوة، ملوش لا أي دخل علاقة لها بذلك خالص. من الأشهر الحرم ليها علاقة بإيه؟ لا، الأشهر الحرم هذه لها علاقة بزيادة العبادة والتعبد والثواب والمصالحة والمصارحة. فيها حدود معينة محرمة نوضحها؟ لا، ليس فيها. كل ما هو محرم في غيرها محرم فيها، أو كل ما هو محرم فيها محرم في غيرها. طب ليه تسمت بالأشهر الحرم؟ هي بس عشان نوضح لها السؤال كامل. هي الأشهر الحرم لأنها كان العرب يهدؤون في قتالهم ولا يقاتلون في هذه الأشهر، وفيها طبعا الحج، وكلمة حرم تفيد بحرم الله الآمن، يعني تعطي المؤمن شيء من الأنس والمؤانسة الإيمانية، يعني ده حرام، ده غلط إنك تعمل الحاجة الغلط دي. الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتاب الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فبالطبع أكيد استثناء هذه الأشهر الأربعة بالذكر وانفرادهم وتميزهم له قيمة قدسية ونورانية. تمام. مجرد قيمة قدسية ونورانية. نعم. تمام.